السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالمتابعين لقناة بيسكا بوسيف. اليوم غادي ناخذكم في الجولة في المرصد ديال طنجة. بقاو معنا كملوا الفيديو حتى الاخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا اخواني اخواتي المتابعين لقناة بيسكا بوسيف. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. مرحبا بكم هنا في مدينة طنجة. غادي ناخذكم في الجولة كما كتشوفوا الاخوان. هذه هي مدينه طنجه، هذه هي المرصة ديال طنجه كما كتشوفوا الاخوان. كما تشوفوا هذا السيد كيفاش كيسير الحوت. بقاو معنا وكمل الفيديو، غادي تستافدوا من هذا الفيديو، غادي تشوف كي دايره المرصة ديال طنجه. اخوان اخوات المتابعين للقناه بيسك ابو سيف، كما تشاهدون اخوان اخواتي المتابعين، هذه هي المرصة ديال طنجه الاخوان. ها انتم كما كتشوفوا هذه هي الطريقه باش كيسير هذا خونا الحوت كما كتشوفوا. المرصة ديال طنجة الإخوان المتابعين كما كتشوفوا، كما كتشوفوا الإخوان هنا كيتركوا الشلوطيات الإخوان. هذه البلاصة ديال الشلوطيات ديال الجامبا الإخوان، هذه هي المرصة الإخوان ديال طنجة كما تشاهدون إخوان أخواتي المتابعين. شحال البركوات الإخوان في متراكين كاملين، لأن دخل تيمبو قاصح الإخوان. علاش جاو بركوات من طنجة من العريش لطنجة؟ هانتوما كتشوفو وين التراكين كاملين كما كتشوفو الإخوان. هذه هي المرصة طنجة، هذه هي طنجة الإخوان المتابعين لقناة بيسك أبو سيف كما تشاهدون. هذه هي واحد الباركو اللي كيمشي لإسبانيا الإخوان، فهو خارج عاود خد التيمبو هو كيخرج الإخوان، لأن مكي ميوقفش كما كتشاهدوا الاخوان. واحد الباركو يلا دخل كما كتشوفوا، يلا دخل طنجة الاخوان. كنشوف فين يترقى الى لقى شي بلاصه فين يترقى الاخوان كما تشاهدون. هذه هي المرصة ديال طنجة اخوان المتابعين لقناة بيسك أبو سيف كما كتشوفوا الاخوان. فالاخوان مركز ديال العرش كيجيو لهنا، لان هذا المرسم درق الاخوان ماشي بحال ديال المرصة ديال العرش. الاخوات المتابعين كما كتشاهدوا معنا انتما المرصة عامرة بالبركوات يا اخوان اخوات المتابعين كما كتشوفوا. كتشوفوا الاخوان عامرة بزاف الاخوان كما كتشاهدوا معنا في الفيديو. نشارككم معكم جميع الاجواء، كل ما يقع في البحر، كل ما يقع في الميناء في البحار، كيف كيصيدوا الحوت، لأن قناتنا مختصة في ذلك، مختصة في الصيد البحري وصيد الأسماك في المغرب. ما تنسوناش بشي لايك وشي تعليق يكون محفز تشجيعا لنا لكي نستمر في نشر المحتوى، لأن اليوتيوب ما لها معنا. كما كتشاهدوا الاخوان هاد القطوطة الاخوان كما كتشوفوا كيبغاو يدبزو هنا اخوان اخواتي المتابعين لقناة بيسك ابو سيف، قناة لصيد الاسماك كل ما يقع في البحر. تحية للجميع المتابعين للقناة الاوفياء اينما كانوا في المغرب وفي جميع انحاء العالم. كنتمنى تكونوا استفدتم هذا الفيديو. هذه هي الجولة ديالنا، والسلام عليكم.